اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حسب رغبه حضراتكم، دايما في سؤال بنساله كل يوم الصبح: تحب تتغدى ايه النهارده يا حبيبي؟ تحب تتعشى ايه يا حبيبي النهارده؟ الراجل جاوب بصدر واسع كده، يعني بقى اصرف يا غالي ونشوف هنعمل ايه. النهارده معانا حته لحمه حلوه، انتر كوت لطيفه جميله ما بتاخدش وقت كبير في السوى، صديقة الشيف، صديقة ست البيت، صديقة كل أم عظيمة بتتابعنا، لأن هي بتاخدش تقريبا من 20 ل 30 دقيقة في السوى، وخاصة لو هناكلها مشوية النهاردة. أنا هعملها النهاردة مشوي مع الروزماري والفلفل الأسود، حاجة كده واخدة سكة البيبر ستيك أو الستيك بوفر من المطبخ الغربي. هنشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة. عدل اللحمة المشوية دي يا عم الشيف حاجتين، يا إما خضار سوتيه، واحنا عارفينه طبعا قواعد خضار السوتيه جزر وبطاطس وكوسه وبروكلي، ده احنا عارفينه، يا اما بطاطس بوريه. بطاطس بوريه بيحبوها الاطفال وقيمه غذائيه عاليه جدا، فيها كربوهيدرات فيها نشويات، نقدر نضيف لها حليب زبده زي ما احنا حابين. هعملها النهارده عدل اللحمه المشويه. اخواننا المسيحيين كل عام وحضراتكم بخير. احنا نعمل برضو النهارده طبق صيامي لطيف وجميل، رز بالمشروم والبصل. انا شخصيا بحبه وبعشقه، وخاصه لو حطينا عليه شويه مكسرات. هنعمله النهارده بطريقه بسيطه ونشوف كرمله البصل مع رز مصري ومشروم غني بالبروتين النباتي وقيمته الغذائيه عاليه جدا. معانا النهارده شوربه المينستروني من المطبخ الطلياني، معروفه طبعا، بتاخد مكرونه يا اما بتاخد شعريه يا اما لسان عصفور. انا هعملها النهارده من غير اي نشويات، تشكيله من الخضار من خير ارضنا، البطل فيها الكرفس ملك الشوربه. نشوف ازاي الكرفس بيعلي من طبق الشوربه ويديله قيمه غذائيه عاليه جدا وفليفر عالي جدا. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان حلقاتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وفكر طهوي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، معانا النهارده حته لحمه حنينه، يعني يا شيف ما بتاخدش وقت كبير في السوى، وانا عايز اعملها النهارده بتتبيله خاصه بصراحه. ونصيحه مني، اذا حته اللحمه طازه وجايباها من عند جزار ثقه، ما تكترش التوابل ولا البهارات. ليه يا عم الشيف؟ عشان الطعم ما يهربش مننا، ما بقاش بقى الكمون والكزبره والحاجات اللي احنا عارفينها دي والحبهان. لا، حبهان او الهيل ده لما في حاله لما نعملها كبسه او نعملها رز شرقي، تاخد البهارات العربيه اللي احنا عارفينها، الهيل والقرنفل والقرفه والحاجات اللطيفه. اما حته لحمه زي دي كده تاخد فليفر من الاعشاب، يا اما روزماري يا اما ممكن تاخد كمان زعتر زي ما احنا حابين. هنعمل تتبيله دلوقتي لطيفه وحلوه من الروزماري والثوم اساسي والفلفل الاسود. عايزاها تحط بصله مبشوره، تاخد الميه بتاعتها وتستخدمها مفيش مشكله زي ما انت حابه. حلو الكلام؟ نشيل دي كده ملهاش عوزة عندي، وتعالوا نتبل اللحمة دي. حلو، هنجيب كسرولة كده، المقادير على الشاشة: الأنتر كوت مشوي مع بطاطا بوريه العدل بتاعها. المقادير: وزن اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة. أنا شخصيا لو قدام اللحمة دي أربع قطع عاملين كيلو ونص تقريبا هاكلهم كلهم بتتبيلة لطيفة وبسيطة. معانا كمان بطاطس بوريه، ومعانا فلفل اسود او فلفل ملون، ده موجود في اي سوبر ماركت، ومعانا روزماري فريش زي ده كده، وملح وخلاص، وتوم. هي دي المقادير، مش هحط بهارات لا كمون ولا كزبره ناشفه ولا قرفه ولا الحاجات اللي احنا عارفينها دي خالص. اهو ناخد الخلطه الحلوه دي كده، اهو معانا توم، معانا فلفل. الفلفل ده على فكره استخداماته لطيفه، يعني احنا ناخد شويه كده، معلش انا عايز ايه، ده فلفل الوان، ده يعني حاجه زي الفلفل الاسود كده بس الفليفر بتاعه عالي شويه. اللحمه بتحبه، هو بيحب اللحمه، شخصيته بتطلع مع حته لحمه مشويه او فراخ مشويه للامانه يعني. حلو الكلام؟ خدت انا شويه كده حلوين. طيب تمام، هناخد الخلطه اللي احنا الروزماري ده كده مع فص الثوم المحترم ده كده مع معلقه مسترد يا عم الشيف، خلطه كده اهي لطيفه وبسيطه، خردل او مسترده، والخردل هو المسترده والمسترده هي الخردل عشان نبقوا عارفين كل حاجه. معاها شويه زيت زيتون،
بس مش هحط اي بهارات تانية خالص بقى، سبايسي او حاجة دي مش يعني مش لازم. نقفل الكبة دي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشغلها. ما حطيتش ملح ليه يا شيف؟ الملح مش دلوقتي. خلص الكلام. تتبيلة لطيفة وبسيطة. حلوة قوي. نشيل ده كده ونوسع ونتبل حتة اللحمة. معانا جريلا بتسخن على النار. ممكن تكون جريلا، ممكن تكون طاسة كبيرة، زي ما احنا عايزين. اللهم صل على النبي. خلطة دي ناخدها كده، حتة اللحمة كده نحطها شوية كده هنا. اللهم صل على النبي. ونمسك حتة اللحمة كده بالشكل ده كده. الله. وخلي بالك شخصية حتة اللحمة ما تداريش عليها ولا تتلاشاها بالتوابل زي ما انا شغال كده. نشيل ده يا باشا من هنا خالص، عينيا حبيب قلبي. ونفس القصه يا عم الشيف. نعم يا غالي. سؤال وجيه جدا، سؤال من الكنترول. لا، السؤال بيقول لي ينفع نعمل الخلطه دي مع فراخ مشويه؟ صدور فراخ تبقى لطيفه وحلوه، مش هتقول لا. ينفع نعملها مع ريش كوستاليتا؟ حلوه، مش هتقول لا. حته اللحمه هي زي الفل. ينفع نتبلها يا شيف من بالليل ونحطها في التلاجة؟ لا، احنا مش بنعمل شاورما. من الاخر دي تتبل تتشوي على طول. مش لازم بقى تحطها في التلاجة طول الليل، هتتغير حته اللحمه. وبلاش الخل، انا شخصيا مش بحب مع اللحمه المشويه دي خل خالص. البعض بيحبها مع خل البلسمك او خل التفاح، انا شخصيا مش بحبها مع خل. انت عايز تحط خل براحتك. حلو الكلام. عندنا طاسه بتسخن على النار، درجه حرارتها عاليه جدا، مش هنستخدم زيت ولا حاجه، زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اللحمه على النار بيستوي. عدل اللحمه المشويه يا عم الشيف بطاطس بوريه. انا مش هشتغل في البطاطس البوريه دلوقتي، دي اخر حاجه هعملها. هنعمل دلوقتي مع بعض شويه رز بالمشروم والبصل صيامي، عشان اخواننا المسيحيين كل عام وحضراتكم بخير. معانا رز مصري ومعانا مشروم، المقادير على الشاشه، مخرجنا الجميل، فريق العمل الجميل، وبصل اخضر. مش هتحط بصل الاحمر بتاعنا يا شيف؟ لا، هستخدم بصل اخضر. المقادير تاني: رز مصري، مشروم، بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا، وده يعتبر رقم واحد من ضمن الخضروات الغنيه بالبروتين النباتي، امن يعني. ومعانا بصل اخضر لطيف وجميل، ومعانا فصين من الثوم وزيت زيتون. هو ده طبق الرز الصيامي. تعالوا نعمله مع بعض سريعا. حل على النار ومعانا ميه بتغلي علشان ما ياخدش وقت كبير من في السوى. اهو زي الفل. بنستخدم زيت زيتون يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ومعانا بصل اخضر ومشروم. نمسك المشروم ده نقطعه كده بالسكينه يبقى لطيف وحلو. المشروم بقى استخدامنا له بصراحه يعني لغايه دلوقتي احنا مش فاهمينه صح. يا اما بنعمله شوربه المشروم بالفراخ او بالدجاج، ولكن المشروم استخداماته كتيره. ممكن نتعامل معاه في حشوات مختلفه، حته لحمه نعملها رولز كده محشيه مشروم زي كوردن بلو، مشروم مع جبنه. نستخدم المشروم ده في بعض انواع اطباق الشوربه زي الشوربه اللي هستخدمها اعملها النهارده، شوربه الخضار ممكن اضيف لها مشروم. ممكن اعمل بيه الصوصات اللطيفه الحلوه، ممكن اعمل بيه رز زي ما هشتغل دلوقتي يبقى لطيف وزي الفل. اهو مشروم زي ده كده متقطع. انا شغال، اللحمه بتستوي قدام عينيا، بقلبهاش كتير طبعا. وقواعد شوي اللحم او المشوي عموما، لازم تكون الجريلا سخنة أو الطاسة اللي هتشوي فيها سخنة، عشان حتة اللحمة ما تنزلش البيون أو الجوس بتاعها أو الصوصات اللي فيها، تقوم حتة اللحمة تنشف اللي أنت بتشويها، تقوم تاكليها زي السفنجة ما فيهاش طعم، وتقولي اللحمة ليه جايباها من عند الجزار ملهاش طعم، أنت اللي عملتيها وتعاملتي معاها غلط. لازم تشويها على جريلا سخنة أو في طاسة سخنة. ده المشروم جاهز. معانا بصل أخضر
بصل اخضر زي ما هو كده بنقطعه. رز بالبصل الاخضر يا شيف، دي مدرسه الفرايد رايز من المطبخ الياباني او الصيني. استخدامهم للبصل الاخضر دايما في الفرايد رايز بتبقى لطيفه وحلوه. ده مشروم اهوت مع بصل اخضر، والطاسه او الحله بتسخن على النار. حلو. بصل الاخضر مش بناكله بس مع طبق الفول الصبح، لا ممكن ندخله بعض الاطباق زي فرايد رايز زي ما انا شغال كده اهو، نعمل بيه شوربه تبقى لطيفه وحلوه. حلو قوي تشكيله الخضار دي، لطيفه عينيه. حلو الكلام. هنحط فص ثوم حلو كده، وناخد الخلطه اللطيفه دي كده زي ما هي قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، انزل بيها في قلب الحله. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، مشروم بصل اخضر من خير ارضنا، العالم بيحسدنا عليه. بصل الاخضر بتاعنا ده مش موجود في اي بقعه في الارض غير في الارض الطيبه مصر، خلي بالكم. بتلاقيه بره باشكال واشكال مختلفه بس مش بنفس الطعم. بصل الاخضر بتاعنا ده كده معروف طبعا، الكرات اللي هو الكرات الفرنسي ده، بس مش البصل الاخضر زي ما هو كده. بنقلبه ونسيبه يتشوح على النار. مخرجنا الجميل عايز اطلع فاصل، وانا عايش مع حته اللحمه وقصه حته اللحمه وجو حته اللحمه ودلع حته اللحمه. اللهم صل على النبي. لازم تكون الجريله سخنه. خلي بالك مكان التحمير ده مهم جدا، انا عايزه ده اللي هيديني الصوصات بتاعت اللي انا عايزها مع كريمه لباني ما اقولكيش. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف مع بعض ازاي نعمل بطاطس بوريه عدل حته لحمه مشويه فراخ مشويه زي ما انت عايزه. شوربه منستريني من المطبخ الطلياني، والمطبخ بتاعنا النهارده من حول العالم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واسرار شوي اللحم او فراخ مشويه او اي حاجه بتشويها على عين البوتاجاز عموما، مهم جدا انك انت تكون الطاسه سخنه او الجريله سخنه يا عم الشيف، علشان نحافظ على الجوسي او السوائل او البيون او الطعم اللي موجود جوه حته اللحمه دي، مهمه جدا على فكره. الرز بتاعنا البصل اتشوح مع مشروم، قابلني عود روزماري في طريقه حطيته، بهاراتك يا عم الشيف شوية ملح شوية بابريكا اهو زي الفل، بابريكا حلوة. حلو، بيقولوا لي على السوشيال ميديا دايما يا شيف مغازي بتستخدم البابريكا او الفلفلة الحلوة، هي هي. انا بس كده حابب ان انا برضو ايه اشرح الموضوع ده علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. بابريكا او الفلفلة الحلوة اللي موجودة دي معانا اهيت بالشكل ده كده اهو، دي يا عم الشيف بصراحة لطيفة وحلوة وهادية بريئة، ما هيش سبايسي، ما هيش شطة حمراء ممكن تجيب لنا مشاكل معوية، مشاكل مع القولون، مشاكل مع الجهاز الهضمي، بتهيج الجهاز الهضمي، بتهيج القولون. فاستخدامنا ليها في مشويات، استخدامنا ليها في تتبيلة، في طبق فول، بتبقى لطيفة وحلوة وبتخلي الواحد نفسه تتفتح على الأكل. هننزل بالرز ده كده، اللهم صل على النبي. يلا خلصت الاكله دي كده. لازم يكون عندك ميه بتغلى على النار، ما عندكيش حله زي معايا دي كده، بيكون عندك البراد بتاع الشاي في المطبخ على ايدك اليمين وانت داخله المطبخ، يكون في ميه بتغلي تحطي منها على الرز. معانا مين؟ زي الفل. الميه هي غالي، العب. ده بتقول لي كفايه ميه بقى يا فاروق،
مستنيك تقول لي ارفع ايدك، ارفع ايدك انت مصري. اه ميه قليله جدا. ليه بقى؟ الرز مغسول واتغسل وتركينه شويه بعد ما غسلناه. ونصيحه مني وحذاري انك تغسلي رز وتسيبيه في ميته، هيتكسر منك ويبوش ويبقى رز بلبن، يبقى شكلك وحش قوي وانت قاعد على السفره الرز معجن، مع ان واخد 30 دقيقه وزي الشيف ما قال كوبايه رز مع كوبايه ميه. وهنا بقى يبقى الشيف هو المشكله ونعلق كل اخطائنا على الكلام اللي قاله الشيف. لا بالعكس، مهم جدا وانت بتسلق الرز لازم الرز يتغسل وتصفيه من الميه. هنشوف مع بعض مقادير شوربه المينستريني او شوربه الخضار المشكل بالكرفس. مقادير على الشاشه، نشيلها ولا نخليها؟ جزر، كرفس، بسله، بصل، ثوم، بطاطس. مقادير لطيفه وجميله. والمقادير على الشاشه، الكرفس ملك الشوربه، متقطع وجاهز عندنا، ده الكرفس الفرنسي بيسموه اهو. وله اسماء، يقول لك كرفس امريكي، كرفس هو الكرفس بالشكل ده حلو اهو، عارفين شكله؟ الكرفس البلدي بتاعنا حلو، بس انا جبت ده برضه عشان على السوشيال ميديا عايزين استخداماته. ده ملك الشوربه، بيخش دايما في اطباق الشوربه وخاصه السي فود. معانا بسله، معانا جزر وبطاطس، ونقدر نحط كوسه زي ما احنا عايزين. تعالوا نعمل طبق الشوربه ده سريعا مع بعض كده علشان يقدر يستوي على النار. اه طاسه، هتعملها بزيت ولا بسمنه؟ للامانه هستخدم معلقه زيت زيتون صغيره. استخدامي للدهون النهارده قليل جدا لان عندي حته لحمه ملبسه، فنعوض الدهون مع اللحمه اللي موجوده عندنا. يا نعم يا غالي، بصلايه مفرومه ناعم، هو ده فص توم مفروم ناعم، هو ده. ننزل بالبطاطس، العب خلاص، خلصت الشوربه. ناخد جزر، ابا جزر متقطع كده، والجزر بيقوي النظر. كرفس، بسله، جزر، كرفس، بسله. في حاجه تاني في الطبق؟ هو ده، هو ده، كل ده مع بعضه. وننزل بالميه بتاعتنا اللي بتغلي، اللهم صل على النبي. خلص طبق الشوربه. ممكن نعملها بشوربه لحمه يا شيف؟ ممكن. ممكن نعملها بشوربه فراخ يا شيف؟ ممكن. ممكن مع بوكيه جارليه، يعني ميه فيها كرفس وفيها طعم وفليفر؟ ممكن، زي ما انت عايزه. المطبخ له دستور وله قاعده، زي ما انت عايزه. حته اللحمه بصراحه عايز اقف جنبها ما اعملش اي حاجه ثانيه، سيبوني بس، سيبوني اعيش معاها، سيبوني. اه تعالوا نغرفها مع بعض كده، اللهم صل على النبي. الرز طبعا بنغطيه عشان يكمل سواه، ما اعرفش ايه اللي بيطفي النار. اه ونغطي الحله دي كده، يلا. وناخد حته اللحمه الحلوه دي كده، لسه ما خلصتش، اللهم صل على النبي. آه. بتنزل ذهب وهي ماشيه. اه شفت اللون الحلو، اللون الذهبي ده كده؟ اه لون الفلفل الملون. اوبا لسه ما خلصتش، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. آه. في قلب الحله، في قلب الطاسه، كريمه لباني، يا ويلي يا ويلي، العب. آه. هو ده، هو ده الجوسي. آه. نتيجه التشويق، تسويه اللحمه، البيون اللي نزل من اللحمه. اه بس خلاص، لا مش هحط دي ولا حاجه، ده انا عايز استفيد، لا دي ولا نشا. هو قوام الكريمه اللباني ده كده، هتاكل صوابعك وراه، ولا شوربه ولا اي حاجه يا استاذ الحب، زي ما هي كده اهو، لان اللحمه بتاعتي بسم الله ما شاء الله دسمه ومنزله بيون جامد قوي. اه ومستويه على جريلا سخنه، يعني بصي هتمسك حته اللحمه دي لا طريه من جوه. اه زي ما هي كده. اه كل اللي انا هعمله يا عم الشيف، احط شويه ملح باطراف اصابعي. اه واعتمدي على الفليفر بتاع الاعشاب اللي هو الروزماري مع الثوم، بلاش بقى ايه يعني، سامحوني معلش، الحاجات اللي بتدي طعم ومكسبات الطعم خالص، خلي الطعم طبيعي كده. معاك حته لحمه حلوه، معاك الروزماري وثوم وزي الفل. اه زي ما هي كده. اه اشيل الروزماري ده كده، ازين بيه الطبق بتاعي عشان اللي ياكل منها يعرف ان هي فيها روزماري. الله. اه ده برزنتيشن لوحده، لازم نحط جزر بقى
حطوا خضار سوتيه والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. يلا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين، نعيش اللحظه، نعيش الحكايه، نعيش الابتسامه مع شويه صوص جامدين جدا. اهوت اهو ده. اللهم صل على النبي. الصوص نزل فرحان باللحمه واللحمه فرحانه بالصوص. زي الفل. ده عدل الاكله دي يا عم الشيف، شويه بطاطس بوريه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل ناكل اللحمه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حته اللحمه غرفناها، قدمنا معاها شويه بطاطس بوريه حلوين كده. نقدر ان احنا كمان هنقدم طبق بطاطس بوريه عشان الاطفال الحلوين. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بدلع الرز. شويه رز دول تاكل منهم الطبق كله، ما فيهوش منه مشاكل. اللي يقول لك الرز بيضر، لا لا خالص. الرز احنا اللي بنستخدمه غلط، الرز المصري بالذات. الكربوهيدرات اللي موجوده في الرز مفيده جدا على فكره. ولكن ان احنا نحط سمنه بلدي بقى ونجود في الموضوع ده اللي هو بشكل مع الرز. طيب انا هعمل دلوقتي، هعمل البطاطس البوريه بتاعتي، مقاديرها على الشاشه، مقادير البطاطس البوريه على الشاشه. بطاطس، زبده، حليب، بقدونس او ريحان اخضر. معانا المقادير بسيطه وسهله، وزبده. تعالوا نعملها مع بعض بسرعه كده. طبعا لو حطيت زبدة دلوقتي في الطاسة هتتحرق وتبوظ لي البطاطس بتاعتي، وتقول الشيف البغازي قال نعمل كده، وازعل قوي على فكرة. في حالة لما، شفت المدرسة الطهوية بتقول ايه هنا؟ سمع هس. في حالة لما استخدم الزبدة مع صوصات او ان انا هعمل بطاطس بوريه، لازم تتعاملي زي ما انا هتعامل دلوقتي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط اول حاجة شوية حليب. البطاطس البوريه بتاعتي غنية بالنشويات، غنية بالكربوهيدرات. شفت انا استخدمت الزبده ازاي؟ حطيت شويه حليب غليوا على النار، حطيت الزبده، ساحت الزبده، نزلت بالبطاطس البوريه، اسيبها تشرب الزبده وتشرب الحليب، حط لها شويه فلفل، شويه ملح، خلص الكلام. بطاطس تاكل صوابعك وراها. هي دي عدل اللحمه المشويه، هي دي عدل الفراخ المشويه. المخرج بيقول لي كده بشرب بطاطس خفيفه. اصبر على رزق، انت مستعجل ليه؟ انت وراك حاجه؟ شوف انا بقلب اهو، شوف البطاطس وقوامها لسه، حط لها كمان كوبايه حليب تشربها. لأن البطاطس فيها نشويات، وسبحان الله من نعم ربنا على الإنسان، نشويات البطاطس خلقها ربنا عشان تمتص السموم اللي موجودة في الجسم. هو الجسم فيه سموم يا شيف؟ فيه سموم طبعا. نعم يا فندم. تعمل ايه يا شيف؟ بعمل حاجة كده قاعد فاضي ورايش حاجة، والفاضي يعمل قاضي. معايا وقت كبير النهاردة. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ بدلع البطاطس، بدلع حتة اللحمة المشوية. دي طماطم شير صغيرة كلنا عارفينها، عينية معاها شوية بقدونس. يا ويلي حلو. تعملي الكلام ده في البيت؟ ايه المشكلة؟ البرزنتيشن مطلوب، الشكل، الطبق، نرسم الطبق واحنا بنعمله. نعم الله عليك يا استاذ ريحان، احنا بنعلن على هوا. اللي يعمل اكل من بتاع، ما كل الدنيا بتعمل الاكل بتاعنا يا استاذ ريحان. اللي يعمل اكل يصوره ويبعته لنا على السوشيال ميديا، ويبعت الصوره احنا هنقول اسمه على السوشيال ميديا. نقول مثلا ام محمد عملت النهارده كبسه باللحمه، والصوره جميله وحلوه، تسلم ايدك يا ام محمد بطريقه المغازي، حاجه لطيفه وجميله، ويبدا ايه الموضوع يبقى لطيف. شفت انا لما سالت عن الحلبه المعوده كل مصر بتجاوب، واللي مش قادر يجاوب يجاوب جوه قلبه هو قاعد، ويبقى نقاش اخوي، نقاش على الاسره. وده دليل طبعا ان احنا كلنا اسره واحده، يعني زي موضوع الحلبه المعقوده ده كده، الكل عايز يشوف هي اتعملت ازاي. واقول لكم على حاجه للامانه والله العظيم، انا النهارده وانا جاي عربيتي عطلت،
وانا في ميدان لبنان بصراحه. يعني كلمت زوزو رحاب قلت لها انا ايه العربيه عطلت واخد تاكسي وجاي. بتكلم على اللي بيحصل ما فيهاش حاجه والله العظيم اقسم كله نزل من العربيه. شوف مغازل وصلك، شوف مغازل عارفين انه عنده هوا. 90% من المره اللي ماشيين راكبين عربيات واللي ماشيين على رجليهم نوصلك يا شيف نركبك والله. وطبعا هنا في مزبيرو هيعيدوا حلقه يذيعوا الشيف فين. طبعا حقهم، فطبعا دوري ان انا اطمن الجمهور. فقلت لهم شكرا، ربنا كرمني براجل سواق تاكسي راجل محترم اتفضل يا شيف، وما رضيش ياخد فلوس. انا بعلم والله ما رضي الراجل مسكين، قال لي شيف والله ما انا واخد، لانه شايف قاعد في العربيه بتنطط عايز اسوق مكانه، عايز انزله من على الدركسون واسوق العربيه انا. والله. فقال لي شيف روح الله يبارك لك التليفون اهوت وبس، ايه يعني بتخلص شغلك وبكلمني. قلت له حاضر. دي الشهامه المصريه، دي الجدعانه المصريه، دي المواقف بقى اللي هي ممكن يعني ما بتكلفش حاجه ماديا ولكن بتكلف شهامه ورجوله. واحد يسيب شغلي وانزل واهتم والجو ده كله. شايفين البطاطس الحلوه دي كده؟ البطاطس دي حلوه بدلعها، دي كزبره او بقدونس او ريحان مع طماطم شيري، الطبق خد شكل تاني بقى لحظه فنيه. عملت ايه شيف النهارده؟ سريعا كده في عجاله نلخص اللي احنا عملناه في وسط الزحمه التليفونات الجميله الحلوه، اللي بوجه التحيه والشكر لكل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وكل اللي بيكلف نفسه ويتصل ويسال سؤال او انا بسال سؤال وتجاوبونا عليه زي الحلبه المعوده. عملت حته لحمه انتركوت لطيفه جميله ملبسه، شويتها ما خدتش وقت كبير، استوت قبل البطاطس البوريه، حطيناها وعملنا لها الصوص بتاعها اللطيف الحلو الوايت صوص او الريد صوص بتاعنا الجميل بالكريمه مع الجوس بتاع اللحمه اللي نزل. وقاعده الشيف المغازي بتقول ايه؟ ثلاث حاجات مهمين جدا لشوي اللحمه او صدور الفراخ او المشويات عموما. اولهم تكون جريلا سخنه او طاسه سخنه على النار، يقول لك اضرب الحديد وهو سخن، اضرب حته اللحمه او حته المشوي وهي سخنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لما نتبلش اللحمه بتوابل كتيره تسرق مننا الطعم، ما نعرفش الضاني من الكندوز، ما نعرفش صدر الفرخه من حته اللحمه. حلو الكلام. النقطه الثالثه بقى اللي هي المهمه جدا، طريقه التقديم نفسها. العين بتاكل قبل طبعا ما بنخش ونبدا ان احنا نلتهم الطبق كله، فلازم يبقى الطبق كده صوره ولوحه فنيه وتبيني حبك لاولادك واسرتك ولضيوفك بالذات. بطاطس بوريه لطيفه وحلوه شكلها حلو، اللون الاحمر اللي على الوش ده المخرج بيسال دي البابريكا، لون البابريكا اللي حطيته على زيت الزيتون مع الطماطم الشيري. عملنا رز صيام لاخواننا المسيحيين، كل عام وحضراتكم بخير. لينا طبعا موقف كالعاده على شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى في يوم العيد باذن الله، هنعمل مفاجات، هنعمل حاجات لطيفه حضراتكم بتحبوها. وعملت النهارده رز صيامي بالمشروم والبصل الاخضر، حاجه واخده سكه الفرايد رايز من المطبخ الياباني. شوربه المنسترون اللطيفه الجميله السهله البسيطه، ما رضيتش احط لا نشا ولا دقيق، اعتمدت على النشويات واللي نازله من البطاطس، ادت قوام لطبق الشوربه. والكرفس هنا ملك الشوربه ودايما صوته عالي في اي طبق، نحطه مع شوربه، نحطه مع صوصات، الكرفس بيقول انا كرفس في اي مكان. رؤيه نفس عميق، فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من مسبيرو.